من تونس إلى فلسطين طائرة ثانية تقلع من مطار العوين العسكري محملة بشحنة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لتحط بمطار العريش ومنه تنقل هذه المساعدات إلى معبر رفح. شحنة تتضمن أكثر من 13 طنا من الأغذية والأغطية والأدوية وخاصة التبنيج والكراسي المتحركة بالإضافة إلى 10,000 طبق غذائي جاهز للاستعمال. اليوم هذه دفعة جديدة إن شاء الله نتمكنوا من إرسال دفعات أخرى، وهنية لازم نأكد ونشكر كافة أفراد الشعب التونسي اللي يقف يد واحدة مع القيادة ومع سيادة الرئيس وكذلك التونسيين في الخارج. في إطار المهمة الوطنية اللي كلفنا بها السيد رئيس الجمهورية، شحنة مهمة للغاية فيها 10,000 طبق جاهز للاستعمال، يعني طبق غذائي. تعرفوا أنه كل شيء تهدم وما عادش ينجموا يطيبوا، يعني خيرنا أنه المساعدة تكون في مكانها وسهلة الاستعمال. أيضا فيها كمية كبيرة من الأدوية وخاصة من البنج العمليات. الهلال الأحمر التونسي بالتنسيق مع السلطة التونسية ومع سفارة دولة فلسطين في تونس قام الآن باتخاذ كل الإجراءات لمساعدة الطلبة الفلسطينيين الموجودين في تونس، منهم 143 طالب فلسطيني من غزة فقدوا أهلهم في أغلبهم، وكذلك ما يفوق 300 طالب فلسطيني آخرين موجودين في تونس. إذن ما يفوق 500 طالب تتكفل تونس وعبر الهلال الأحمر التونسي بمساعدتهم. الحملة الوطنية للتبرع لفائدة الشعب الفلسطيني والتي شهدت هبة شعبية غير مسبوقة حسب الهلال الأحمر التونسي كان قد دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ بداية العدوان الغاشم على الفلسطينيين، ستتواصل لشهر آخر وستتوسع، حيث سيتم العمل على استقبال المرضى الفلسطينيين إلى تونس بالإضافة إلى جاهزية فرق طبية للتحول والوقوف جنبا إلى جنب مع الفرق الطبية في غزة. عنا طبيب يرافق الطائرة إن شاء الله باش يمشي ويتقابل مع الزملاء في الهلال الأحمر المصري ونحاولوا التنسيق. طبعا تعرفوا أنه تونس على أهبة الاستعداد لاستقبال المرضى، وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية وأيضا الهلال الأحمر التونسي في إطار المستشفى الميداني اللي تم وضعه. إذا كان فما إمكانية إن شاء الله بإذن الله يتم التنسيق مع بين وزارتي الصحة التونسية والصحة الفلسطينية وأيضا وزارة الصحة المصرية. وقت تسمح الفرصة إن شاء الله تم فرق طبية جاهزة للتحول وللوقوف مع الفرق الطبية الموجودة في غزة. طائرة ثانية محملة بمساعدات الشعب التونسي لشقيقه الفلسطيني كانت قد سبقتها طائرة أولى في انتظار تحميل مساعدات أخرى تنتظر دورها قد تساهم ولو قليلا في التخفيف من وطأة الحرب التي يشنها الكيان الغاصب منذ أكثر من شهر على الشعب الفلسطيني.